السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء وكل متابعي برنامج رواد النجاح من داخل الدولة ومن خارجها، نرحب بكم كما عودناكم في كل حلقة. راح يحضر معنا ضيف، وضيفي لنهار اليوم هو إنسان مميز، وأنا على يقين أنه راح تكون حلقة مميزة واستثنائية. رحبوا معي بالسيد محمد تمجيد عبد الله، نائب المدير التنفيذي لمجموعة شركات الجوهرة. أهلا وسهلا فيك سيدي. الله يحييك يا شيخ رحمتين. تسلم، شكرا على قبولك الدعوة. الله يحييك يا رب. إن شاء الله يسلمك. هذا واجب الله يطول عمرك. الله يخليك يا رب. في البداية في مقولة هيك بيقولوا أنه المهنة للجيب والهواية للقلب، يعني تقريبا في 70% يعني من الأشخاص بيشتغلوا في شيء ما بيحبوه، يعني تلاقيه بيمارس الهواية اللي بيحبها يمكن يوم واحد بس عشان نلاقي إنسان يعني قدر أنه بيدمج بين الهواية اللي بيحبها والمهنة بيمارسها، مهنة وبتصير مشروع ناجح على أرض الواقع. كيف بدك تخبرنا؟ يعني انت اكثر مثال ما شاء الله عليه، يعني حب الاشي هذا وورثه وصار ما شاء الله مجموعة شركات جوهرة. كيف كانت بداية البداية؟ طبعا بداية من الصغر، حياة الوالد الله يرحمه، حياة جدي الله يرحمه، أنا تقريبا رابع جيل في المهنة هذه، شركة المجوهرات، صياغة وتصميم وبيع المجوهرات. اليوم مهم جدا ان الانسان او اي شخص في اي مهنه في اي قطاع كان، اذا كان مش مقتنع بالمهنه اللي يسويها وعاشق او حابب الوظيفه اللي يسويها او المهنه اللي يمتهنها، النجاح وين؟ النجاح هو حب الشيء، التطوير فيه يؤدي للنجاح. فاليوم اذا انا اشتغل في اي شغله كانت لمجرد انها شغله او وظيفه، خلاص انا بقى بشتغل بياع في محل ولا ازج عادي ولا البس وهذا، يعني بيرضى باي شيء. بس انا هوايتي، انا هوايتي الرسم مثلا، هوايتي التصميم، هوايتي كذا، بتم في نفس المكان ما اتحرك. صح. يعني عندي مثال بسيط بعطيك اياه، مثال واقعي، ان واحد من الموظفين دخل معانا كبائع في محل، بعد محلات المجوهرات، اشتغل تقريبا 18 سنة ما شاء الله، ولا زال باع، ما تطور. يعني تم يشتغل عشان انا بس ببيع كم هذا بالضبط، ويكون عنده راتب اخر الشهر وبس. وفي نفس الوقت دخل عندنا موظف اخر من جنسية ثانية، خلال 3 أشهر دخل بياع، خلال 3 شهور قد ما اجتهد وعشق يطور من نفسه وطور في الموقع اللي هو يشتغل فيه، اصبح نائب مدير المحل. خلال 7 شهور او 8 شهور اصبح مدير المحل، خلال 3 سنوات اصبح ديبتي سيلز دايركتور، يعني نائب مدير تنفيذي المبيعات. اجتهد على نفسه، حب الشغله او عاشق الشغله، طور فيها وطور في نفسه، توصل. اما اذا بمتهن اي مهنه كانت مهما كانت، ما راح تتطور. مش بحبها انا. تكلمت كلام جميل انت على الانسان، المهنه قلت للجيب والموهبه للقلب. نعم. كلام جميل، ولكن جميل جدا تكون المهنه والموهبه تجمع بينهم للقلب وللجيب مع بعض. صح. اليوم النجاح مش فقط ان اليوم ابتديت في مهنه قول في مبلغ 1000 درهم بعد سنة سنتين أصبح عندي 2000 درهم، ولكن 2000 درهم جت من وين؟ شو أنتجت؟ شو أعطيت قيمة إضافية للمجتمع، للدولة، للقطاع اللي تشتغل فيه؟ فإذا ما طورت في القطاع اللي أشتغل فيه، ما أضفت، أعطيت قيمة إضافية في المهنة هذه، أصبحت حالي حال آلاف من الأشخاص الثانيين اللي قاعد بربع إيدي أشتغل بس. إيه؟ يعني ما شاء الله اليوم أنت قدوة، خلينا نقول لحدا أمن بشغف وحب الإشي اللي بيحبه وطوروا ما شاء الله اليوم يعني مشاريع كثيرة. شو هي نوعية الخدمات اللي بتقدموها يعني بصفة عامة للشركات ككل؟ يعني تصميم، موديلات، كيفية
يعني المبيعات يعني كل شيء بصفة عامة عن شركة جوهرة شو تخبرنا عنها؟ اليوم القيمة أو الأشياء اللي نضيفها اليوم لي سيدة مثل حضرتك أنت أو السيدات الأخريات أو القطاع نفسه اليوم بفضل الله رب العالمين نحن عائلة ابتدت أو عند التاريخ أنا وجدت في الجوهرات من سنة 1907 يعني اليوم تكلمي عائلة تقريبا 113 سنة يعني أجيال وأجيال بالضبط إحنا رابع جيل في المهنة هذه طبعا توارثناها ولكن عشقناها من الصغر من الطفولة وهذا سر الاستمرارية بارك الله فيك نعم فالآن المقومات تبع النجاح أو تبع الإبداع أو المحافظة على القمة في المهنة هذه عشان تصير هدف للزوار أو الناس الداخلية على المحلات شو الأشياء الجديدة شو التطور اللي صاير اللي تميز بها بس اسم الجوهرة بارك الله فيك فاليوم الإبداع يجي من وين؟ ما يجي من الكمبيوتر من الكتالوج من الدراسة اليوم المهنة أو مهنة المجوهرات أو تصميم المجوهرات لابد وجود موهبة ولو كانت صغيرة الموهبة هذه تنميها مع تنميها مع الأشياء الفيزيكية اللي تسويها المجوهرات الصناعية فاليوم بفضل الله رب العالمين معظم المجموعات او التشكيلات اللي طرحناها في الاسواق اتكلم من الستينات حياه الوالد الله يرحمه دائما بالمقدمه بشكل نوعا ما طبعا في ناس كثير احسن عنا ولكن في قطاع احنا لازلنا في من المقدمين يعني ان شاء الله تبارك الله ف اللي نعطيه الخدمات اللي تفضلت فيها اليوم انا اخدم السيدات بشكل عام اني اقدم لهم الجديد وبجميع القطاعات مثلا وجميع الاعمار اليوم احنا اليوم ننتج من الطفل المولوده اليوم صديقتك ربت مثلا بتاخذين هديه انت تاخذين لبس قماط شغلات من هذه وبتتم معاها فتره بسيطه الطفل تكبر طبعا اليوم متاخذين قطعه مجوهرات جميله جديده شكل غريب فيها ابداع فيها فن بتحتفظ فيها البنت هذه بتخلفها على بناتها وعلى عيالها تكون ذكرى تكون ذكرى في شيء عنده روح يعني ونمشي بالاعمار السبع سنوات العشر سنوات ندخل على التينيجرز اللي هم من 12 سنه 13 سنه يعني احنا نغطي جميع الشرائح تبع الاعمار عندهم تصاميم معين بارك الله فيك بالاضافه غير الاعمار الميزانيات غير الميزانيات الجنسيات العادات اليوم نقول مثلا المراه الهنديه او البنت الهنديه ذوقها مش مثل الاماراتيه مش مثل الصينيه مش مثل البريطانيه طبعا احنا في بلد بفضل الله رب العالمين يسموها كوزموبوليتان سيتي اللي هي دبي اللي يعيش عليها اكثر من 220 جنسيه مختلفه ايه. تعيش على ارض الدوله صح. الان لا المفروض ان ارضي الاذواق كلها او احاول ارضي معظم الاذواق اليوم مثل ما تفضلتي اليوم جنسيات مختلفه عندهم تصاميم مختلفه يحبوها او عيالها بتقاليد وعادات بارك الله فيك نعم فاليوم واجبي انا اليوم يدخل عندي اي شخص من اي جنسيه يحصل الاشياء اللي يبغاها اكيد ما يطلع بالضبط وايضا مقدره شخص عن شخص في صرف او في دفع قيمه قطعه جوهرات معينه يختلف عن بعض الشخص اللي عنده ميزانيه صغيره واللي عنده ميزانيه متوسطه واللي عنده ميزانيه كبيره فايضا يجب اني ارضي جميع الميزانيات في نفس الوقت والاعمار الموضوع مش سهل الله يطول لك عمرك اليوم بحاجه الى دراسه كبيره يعني مثل ما كنا نتكلم ساعة اليوم من تصميم على الورق أو تصميم من الرأس إلى الورق لحد ما يصبح منتج على الكاونتر للبيع في السوق يعني لازم لا يقل عن 6 أشهر من تصميم وإعادة تصميم وتغيير وتصنيع والقالت على القطعة هذه وهل هي ملائمة غير ملائمة سعرها بيكون غالي ورخيص يعني أسئلة كبيرة خلال المراحل هذه الى ان تصل الى النهايه تفضلي اختي الفاضله هاي قطعه تشتريها صحيح تسلم
انت قلت اشي انه اي حدا بيجي على دولة الامارات او سواء وافد او مواطنين الدولة ما شاء الله بيشعر بنعمة الامن والامان، يعني بتخليك تمارس سواء حياتك الخاصة او حياتك العملية بشكل طبيعي، يعني مرتاح حتى لو تأخرت بالليل، كان عندك شغل، كان عندك تسليم، يعني هذا الدور بيلعب دور كبير في ممارسة المهنة. يعني عن لكن بدون شك اليوم جزاهم الله خير أولياء الأمر، اليوم مهرجان دبي للتسوق من سنة 96 ما شاء الله عمل صدى كبير على مستوى العالم. صحيح. بالإضافة إلى المصداقية اليوم يقولها دبي مدينة الذهب. يجي الشخص أو الزائر هذا يشوف الأسواق الذهب، يشوف المجوهرات، يشوف الأسعار، ينصدم أنه فعلا أفضل مكان يشتري المجوهرات هو في دولة الإمارات. نرجع على مسألة الأمن والأمان. اليوم طبعا السائح هذا أو الشخص الزائر هذا أهم شيء في عبرة بتروحيها أنت كزيارة أو كسياحة أو سياحة تسوق بحاجة تكون مطمئنة أنت على عيالك على أهلك، اللي اليوم في أمان بفضل الله رب العالمين، نسبة كمان عندنا عالية جدا والله الحمد لله. الله يتم يا رب ويستر البلد، لدرجة ان بعض كنا من امس كنا مع اخواننا من الصحفيين من الجرائد العربية مع مسؤولي من الدار الاقتصادية اللي في سوق الذهب نشوف وضع الحركة في سوق الذهب، ففي قطع كبيرة ذهب جوهرات كبيرة، فقاعدين اعتقد ناس من جنسية أوروبية رجال حمد فيه قال لي excuse me، قلت له قال لي هذا real gold ذهب حقيقي، قلت له كله ذهب. قال لي طيب وين السيكوريتي؟ قلت اليوم احنا اليوم دبي تتكلم على قمة الأمن والأمان اليوم والمساواة كمان بين أي زائر أو سائح أو وافدين مع مواطني البلد، يعني مساواة في كل شيء، قانون في تسهيلات في كل شيء، بالعكس بتلاقيهم بياخذوا حق يعني الوافدين أو السياح إذا صارت أي شيء، يعني تلاقيهم واقفين بدرجة أولى. إحنا بنتشكرهم بدورنا تاني، يعني الحمد لله اليوم إحنا نتكلم عن مجموعة شركات في أماكن عديدة وفي بلدان عديدة، يعني كاسم الجوهرة يعني شو هي الخطط المستقبلية اللي إن شاء الله لسه بتكون توصلوها؟ يعني الهدف شو الأطول عمرك اليوم هدفين موجودات للرب العالمين الله يعطينا الصحة والعافية رب العالمين نوصل لهم، إن اليوم نبغى نوصل لأكثر عدد من فروع الفروع أو الأماكن المتواجدين فيها، يعني إحنا متواجدين من دولة الإمارات طبعاً، أكبر عدد محلات عندنا في الإمارات، في السعودية، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في لبنان، في مصر، في الأردن، في جزر موريشس، في بريطانيا. الفكرة الآن أن نوصل التصاميم اللي تطلع من أفكار عربية من دولة الإمارات إلى الدول الخارجية اللي برا، تعطينا نوع من دفعة زيادة أكيد. إلى فخر بالضبط، وفخر كبير على بدون شك. فاليوم زيادة عدد الفروع طبعا مهم، بالإضافة الآن أن نكون متقدمين بشكل ما في مجال التصميم والتصنيع، وأيضا في التقنية اللي متوفرة في المجوهرات هذه، وبنفس الوقت المواد اللي موجودة فيها تكون مواد نادرة، غير نادرة طبعا مش إن فيها قيمتها. اليوم سهل جدا إني أعمل قطعة مجوهرات غريبة ونادرة وشغلها جميل وهذا، ولكن المواد اللي فيها قيمتها أقل من نص القيمة اللي أخذها منك. اليوم دائما حياك الله الله يرحمه كان يقول دائما حط نفسك مكان الزبون اللي يشتري من عندك. الشخص اللي يشتري عندك دفع البيت درهم هي ولا 1000 درهم ولا أي رقم دفعه، إذا جاء في يوم من الأيام لا قدر الله محتاج يبيع القطعة هذه راح يبيعها بقيمتها بالضبط، إنه على الأقل يسترد منه على الأقل 70-80% من القيمة تبعها. فأيضا اللي هي مصداقية بفضل الله العالمين سمعة تاجر المجوهرات ومصداقية تبعها هذه نحن شاري على كتافنا هذه من أكثر من 112 سنة صح من العمر. الله لك الحمد.
بدون شك. طب مين اكثر ناس او اشخاص سواء عائله او اصدقاء مقربين كانوا سند لك يعني سواء ماديا او معنويا، اكثر ناس يعني بدك تتشكر لهم توجه لهم الشكر يعني كان لهم فضل عليك؟ الفضل الله سبحانه وتعالى اول شيء. طبعا الفضل الكبير للشيوخنا الله يطول في اعمارهم ويحفظهم الدائمين واداره الدوله اليوم كدوائر حكوميه كدوائر امنيه كجميع نتكلم باختصار شديد عن المهرجان دبي للتسوق. الان الناس اللي دخلت على المهرجان الناس تجي عندنا فقط لسوق الذهب او المحلات التجاريه عدد كبير. الان تجيك جنسيات كثيره وعقليات مختلفه وهذا الامان اهم شيء تكلمنا عنه من شوي. اليوم توفير نسبه الامان العاليه جدا هذه جهد كبير طبعا اليوم الاجهزه الامنيه وايضا الاكبر لهم اكيد بدون شك طبعا والمطارات وال واهم كل هذا استقطاب السائح الى الدوله. جزاهم الله خير شيوخنا قاموا بدعايه كبيره لجلب الزوار الى دولتنا العزيزه الحمد لله رب العالمين. بالاضافه الشكر كبير طبعا لاحياء ابوي الله يرحمه وجدي الله يرحمه ان شاء الله رب العالمين. هذه للناس اللي زرعوا فينا حب المهنه هذه ابداع في المهنه هذه متوافق مع الأمانة والصدق في التعامل. ما شاء الله. فاليوم الأشياء هذه سبعة تاجر مجوهرات ما إجت من فلان. وسهل جدا تنحرف أو تنجرف في ثواني في غلطة واحدة. أكيد. أستاذ محمد تمجيد نشكرك إنك تشرفت وعطيتنا من وقتك وأنا متأكدة إنه أي حدا راح يتفرج معنا العدد هيدا راح يكون عدد خاص. لانه هو شخص بيصنع المجوهرات ولكن هو في الاصل هو الجوهر الرئيسي. الله يحفظك يا رجل ان شاء الله. شغله بسيطه عليك يا عمر بس عفوا بس اعطيني وقت دقيقه واحده بالزياده. اليوم انا اخاطب من خلال المبرقم هذا الجيل الجديد الشابات والشباب اللي عندهم ما تكلم فقط عن قطاع المجوهرات على اي مهنة أو شيء يحبوه أي مجال أي وتعرض لأي عراقيل أي عقبات أي أزمات خلال المرحلة البناء هذه ما في نجاح إلا بعد فشل. بالضبط ما يأس من الاستمرار يقول أنا تعبت أنا خسرت فلوس في الموضوع هذا وصار لي عقبات في المشروع هذا خلاص بهون بروح أشياء ثانية. الإصرار في المتابعة والمحاولة هذا مهم جدا هذا هو سر النجاح. بالإضافة الآن معلش نتكلم برضه على الـ 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 كمهنة مهنة المجوهرات جميلة جدا نتكلم عنها أيضا كهواية. أنا أيضا بالإضافة لأني بفضل الله رب العالمين حايز على أفضل تصميم مجوهرات على مستوى العالم في سنة 2004-2008 أكيد اللهم ربيك الحمد. المشاهدين متابعين معنا يعني بيشوفوا الجوائز ما شاء الله اللي بفضل الله رب العالمين. أيضا أنا بطل سباق راليات سيارات ما شاء الله يعني عندك مواهب الحمد لله رب العالمين فايز بجائزة بطولة الإمارات بسنة 2017 في فئة التي 2 2017-2018-2019 بفضل الله ايضا تكرمت من قبل رئيس الدوله هناك عندك صوره التكريم من الشيخ منصور زايد الله يعطيه الصحه والعافيه الحصول على ايضا جائزه رئيس الدوله لافضل سائق راليات في مستوى رياضه السيارات في الدوله ايضا هي بتحفزك شيء كبير شيء كبير جدا والله شخصيتك كامل نعم. وبيعطيك فاليوم حب الهوايه ايضا ممكن تطور الشخص اللي يوصل لي لنتائج طيبه اي مجال اكيد نعم. يعني اي حدا بيتفرج علينا اليوم بيقول يعني حتى لو كان بيعشق مهنة المجوهرات بيقول لك يعني كيف بدي وصل لا السيد محمد تمجيد ابتدى من محل صغير وصار الحمد لله اليوم صاحب مجموعات شركات بدون شك اليوم الاجتهاد والمثابرة والمتابعة مع مخافة رب العالمين اللي أهم شيء أن اليوم بدون شك المثابرة توصل إلى نتائج طيبة بإذن الله ربنا تعالى.
مشاهدينا الأعزاء، استمتعنا وإياكم في حلقة مميزة. أنا أقولكم بدوري، حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب. نلقاكم في عدد آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.